الله الرحمن الرحيم. احنا اعضاء حراك صوت الشعب اللي طالعين مسيرة ساحل السلام من مدينة طرابلس لغاية راس جدير والعودة بإذن الله لنشر فكرة المصالحة الوطنية والتعايش بين الليبيين، التعايش السلمي بين الليبيين. توجهنا الآن في مدينة زوارة، نحيي أهالي مدينة زوارة على حسن الاستقبال، كما نتوجه بالشكر لإدارة المصالحة وشؤون المهجرين اللي قدرت تتواصل مع دوائر الأمن في المدن المستهدفة في المسيرة، ونشكر جميع المدن اللي استقبلتنا خلال مسيرتنا، وجميع الأمهات والأخوات والأخوة والشباب اللي ساهموا معنا في المسيرة من مدينة طرابلس حتى مدينة راس جدير. نحن لا نتبع لأحد، لا نتبع لأي تيار سياسي، لا نتبع لأي شخصية سياسية، نحن مجموعة من الشباب الليبيين اللي عندنا فكرة نبغوا نوصلوها للليبيين بالكامل، إن باش نبنوا دولتنا لازم نتصالحوا بيننا وبين نفسنا. اليوم من مدينة سوارة احنا نخاطبوا فيكم، وبإذن الله هدفنا إن شاء الله مدينة راس جدير لنشر فكرة السلام والتعايش بين الليبيين. ليبيا 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 ليبيا. نرحب بإخوتنا من حركة أو حراك السلام ليبيا صوت الشعب، إن شاء الله متجهين الآن من مدينة زوارة إلى مدينة زلطن، ومنها ننطلق إلى معبر راس جدير للاطلاع على الأوضاع هناك، والإخوة يشوفوا إن في سلام في المنطقة، ونرجع إن شاء الله. والحرك هذا متحرك من مدينة طرابلس ومنضم معه عدة مدن من المنطقة الغربية بأجمعها، فنتمنوا لهم التوفيق ونتمنوا لهم النجاح إن شاء الله في هذا الحراك وفي حركات أخرى بإذن الله. وتبقى دائما ليبيا هي الأساس، ودائما هي فوق الجميع. ليبيا حرة إن شاء الله أبيها. وشكرا، بارك الله فيك. الله.